فضيلة الشيخ أثابكم الله، قد يلقي رجال حسبة القبض على بعض المجرمين مثل من يفعل اللواط أو يلقي رجال الحسبة القبض على بعض المجرمين ممن يفعل اللواط أو يشرب الخمر، فإذا أحيل هذا الرجل إلى المحكمة الشرعية قد ويفصل من عمله مدة 5 سنوات أو يزيد، فهل لرجل الحسبة أن يطهر هذا المجرم بإقامة الحد عليه في المركز نفسه أو في الهيئة نفسها، علما بأنه يعول أسرة قد يؤدي به إلى ضياع تلك الأسرة؟ نعم، جزاكم الله خير. أولا المعروف أن رجال الحسبة لا يملكون التأديب، فإذا كانوا لا يملكونه فلا يحل لهم أن يؤدبوا أحدا بدون إذن من ولي الأمر. ثانيا إذا قبض على مجرم فينظر هل هذا المجرم ممن عرف بالشر والفساد، فيجب أن يرفع إلى ولي الأمر وإن ترتب عليه ما ترتب، وعائلته قد كتب الله برزقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أما إذا كان الرجل ليس معروفا بالشر والفساد ورآه من المصلحة أخذ التعهد عليه وإطلاقه ومع مراقبته بعد ذلك، فهذا لا بأس به، لأن مسائل التهم ليست لا تستوجب الحدود الشرعية حتى يقال إنه لا يمكن إسقاط الحد، إنما تبيح التعزير، والتعزير إذا رأى من له الأمر أن يخفف عنه لمصلحة شرعية فلا بأس. عند من؟ حتى لو أدين، إذا كان لا يمكن أن لا يملكون أن يؤدبوهم. كلام على الآن النظام عند الحسبة، ما هو النظام؟ ما لهم حق ولا يضربون ولا مرة واحدة. لو رأوا كما قلت لك، إذا رأوا التسامح لمصلحة شرعية مثل أن يكون الرجل ليس معروف بالشر والفساد وأن نأخذ عليه تعهد والراقه، فلا أرى في هذا بأسا.